أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم يا أيها
شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله رب العالمين.